السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. جيتكم اليوم في فيديو جديد اللي غادي نجد معكم فيه حلوة اقتصادية وبلا بيض. وهاد الحلوة كنحتاجو فيها 250 غرام د الزبدة، جوج كيسان د الزيت، جوج كيسان د السنيدة، جوج كيسان د ياغورت طبيعي، ودكيك على حسب الخليط، وجوج خمارات حمرين. غادي ندير واحد قرصات الملح، هي الاولى نديرو سنيدة، غادي نبدا نخدموها بالكف تاع يجينا. غادي نخدموها حتى تولي كريميه. تنزيدو دابا الزيت، تنخدموها مزيان حتى هي مع الزبده. وفي هاد الحلوه ممكن لينا نعوضو سنيده بسكر كلاصي. وكيف ما كتشوفوا ولات كريميه. ودابا كنزيدو جوج كيسان د ياغورت، دابا كيفما كتشوفو غادي نجمع هاد ياغورت توا مع العجينة. ودابا غادي نزيدو الدقيق اللي سبق لنا غربلناه. يزكي يزكي نجمع. دابا غادي نديرو الخمارات، ودابا غادي نبدا تنزيد في الدقيق حتى تجمع لنا العجينة. وكيف ما كتشوفوا هاد المكونات يخرجوا لنا كمية كبيرة نتاع العجينة اللي يمكننا نديرو منها 3 أو 4 اشكال نجيو الحلوة. وكيف ما كتشوفوا معايا العجينة ديالي ما تكونش قاسحة بزاف. دروكا غادي نقطعها على 3 اشكال. وغادي نغطيها بالسلوفان. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبدا بالعجينه ديالي الاولى، والاخرين غطيتهم بالسلوفان. العجينه ديالي غادي نضيف لها الزبيب والجلجلان. هاد العجينه ديالنا غادي ندخلو لها مزيان المكونات اللي درنا فيها كيف ما كتشوفوا. وغادي ندهن دابا انا الطاوله بالزيت، غادي نشعل الفران على درجه الحراره من التحت. ندخلو المكونات ديالنا مزيان اللي ضفنا ليها، وغادي ندهن الطاوله بالزيت
ووزن كلشي على الفران من التحت. ودابا غادي نبدا نقاد في الشكل ديالنا الاولاني اللي غادي نديرو على شكل هلال. لا ودابا غادي نبدا ندير في الشكل ديالنا الاولاني اللي غادي يكون على شكل هلال. كيف ما كتشوفوا معايا ودابا غادي ندوزو للعجينة ديالنا الثانية. غادي نضيف ليها الكاكاو، غادي نغربلو غادي ندخل هذا المكون مزيان. ودابا غادي نبدا نشكل في العجينه الثانيه على شكل كويرات. ويكونوا على قياس واحد. وبعد ما شكلنا العجين ديالنا كلها غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نفنده في الحليب وكاوكاو. غادي ندير على هذا الشكل هذا. كنضغطو عليها بسبعنا من الوسط بحال هكا، وفاش تكون تطيب نعاودو نضغطو عليها. ودابا غادي ندوزو للشكل الثالث اللي غادي نضيف ليه قشور الحامض ولا الليمون اللي موفر عندكم في الدار. غادي نبقى تنجمع فيها مزيان حتى يدخل داك حامض العجينه. وهاد العجينه الثالثه غادي نديرها على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نجمع فيها من الجناب ديالها. غادي نبدا نجمع فيها من الجناب ديالها.
ودابا غادي ندوزو للتزيين تاع الشكل الاولاني. غادي نفندو في سكر كلاصي كيف ما كتشوفوا، طاب. ودابا غادي ندوزو للتزيين تاع الشكل الثاني اللي غادي نزينو بالشوكولاط. الشوكولاط راه ذوبته في حمام مريم. غادي ندوز للشكل الثالث اللي غادي نزينو بالكوفيتي اللي دفيتو شويه، والكوك حمرته باش يعطينا هذا اللون هذا. المهم كما كتشوفوا معنا الشكل النهائي ديال الحلوى هو هذا. الشكل الاولاني هو اللي زيناه بسكر كلاصي، ثاني زيناه بالشوكولاته وكاوكاو، ثالث زيناه بالكوكو الكوفيتير. كنتمنى تعجبكم، تجي هشيشه بزاف كما كتشوفوا، كتجي هشيشه بزاف، وكنتمنى تعجبكم، كنتمنىكم تجربوها. ما تنساوش لينا لايك، وما تنساوش لنا ابوني، واللي اول مره كيشوف شي حد القناه ديالنا يدير لينا ابوني باش يوصلوا الجديد ديالنا. وشكرا للناس اللي مدعمينا، وكنتمنى يعجبكم الشكل ديال الحلوى نتاع اليوم. وشكرا.